احنا مطالبون في شهر رمضان المبارك ان نلزم البيوت ونحافظ على جميع الامور التي تحفظنا وتحفظ اهلنا من الامراض وحتى الموت. نحن امام فيروس مخيف لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا بين صحيح او مريض. هذا الفيروس الذي لا تدري من اين سياتيك وسيدخل بيتك، لابد لنا ان نحافظ على المسؤولية والامانة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. يعني قد نقتل أنفسنا أو نقتل غيرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسارة الحمى. المؤمن يا إخواني وأخواتي حرمة عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فإذا تسببت في أذية الغير فأنت آثم عند الله، آثم أثم كبير جدا، لأنك لم تأخذ بالأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدخل إلى الغار ويختبئ من الأذى مع صديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرسول أمر بالحجر الصحي. إذا كنت تحب نبيك عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالحجر الصحي وأمر بالنظافة والوقاية. فلا بد لك في شهر رمضان أن تقيم التراويح في البيت، المساجد مغلقة بسبب هذا الظرف، لكن رحمة الله واسعة. الله قال وقال تعالى في القرآن الكريم: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني هذه صفة المؤمنين، وبشر المؤمنين، فصلوا في بيوتكم. هذه فرصة أن نتقارب في البيت، أن نتواصل مع الأرحام من خلال الهواتف ومن خلال الاتصالات. لذلك من الأمانة والمسؤولية والإسلام أن تحافظوا على وجودكم في البيت في شهر رمضان المبارك، وركزوا على الدعاء عند الإفطار والسحور حتى يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء.